of ECG course we talk about ECG paper. أخذنا الـ ECG apparatus وفهمنا الـ ECG electrode وعرفنا ECG lead. اليوم راح نجي نعرف الـ ECG paper اللي هو الورق الحراري، الورق الخام اللي ينطبع عليه الصورة النهائية اللي هو الـ ECG waves اللي راح ناخذها بالأخير. احنا سوينا analysis اوكي واخذنا الامبليتيود والويدث اوف ويف. الاي سي جي بيبر هي شنو؟ يعني انا استغرب اغلب الشروحات يجي ويبدي لك بالاي سي جي بيبر، وكانما انت اذا فهمت الاي سي جي بيبر راح تفهم الاي سي جي. هذا الشيء مو صح، وتظل انت تحفظ مربعات صغيره ومربعات كبيره ومن البدايه الدوخ. هي فد شيء جدا بسيط، هي عبارة عن مقياس لا أكثر ولا أقل، حالها حال الفيتة، حالها حال التيب ميجر أوكي اللي يستخدموه بالخياطة أو بأي مكان اللي نستخدمه بالأوسكي أوكي. مكونة منين؟ من مربعات كبيرة أوكي كبيرة، هذا خطوط عرضية زين، ويقسموها هيك يسوون مربعات صغيرة زين. ليش مربعات كبيرة ومربعات صغيرة؟ لأن باكر عقبة إذا أجيت ورسمت لك ويف اوكي، هاي الويف مثلا خلي ارسمها عدل لان رسمي تعبان. شوف هاي الويف اللي قدامك، باشر عقبه من اقول لك احسب لي سرعه او الويث او عرض هاي الويف، تقول لي وحده 2 3 عرضها 3 مربعات صغيره، طولها ايش قد؟ تقول لي طولها مربع واحد كبير اوكي، او تقول لي مثلا طولها 1 2 3 4 5 مربعات صغيرة. تريد هيك تريد هيك اوكي. هي هاي الـ ECG paper. حتى انت شنو تقيس الامبليتيود اللي هو بالطول اوكي، والسرعة اللي هي بالعرض. بس شنو قال لك بالاوراق العلمية والبحثية، وتشوف مرات بالتكست بوك يقيسون الملي فولت والملي سكند. تعال وياي شوف هسه بالطول اقيس منه الامبليتيود تمام، اقيسه بمن؟ بالملي فولت. والسرعه اللي هو التايم اللي هو الويث اشوفه سلو او رابيد كوندكشن اوكي، اقيسه بمن؟ ايضا مربعات كبيره وصغيره تمام، واقيسه بمن؟ بالسكند. انتبه وياي هنا، هي هاي الورقه، انت اجيت مثلا جاك واحد سويت له اي سي جي اوكي، ربطته على الاي سي جي لمدة دقيقة، بالدقيقة الوحدة هاي الورقة تمشي مو تطلع من الجهاز، عبارة عن بكرة. بالدقيقة الوحدة ايش قد ترسم؟ ترسم 300 مربع كبير. الدقيقة الوحدة ترسم 300 مربع كبير، يعني ايش قد؟ يعني 1500 مربع صغير اوكي. هذا بالتايم هيج اوكي، تطلع 300 مربع كبير. يعني شنو؟ يعني الثانية إذا نجي نحسبها، الثانية يعني بيها شقد؟ 5 مربعات على 60 قسم 300 على 60 أوكي؟ 5 مربعات كبيرة زين. المربع الكبير الواحد شقد؟ هنا الواحد ثانية 1 سكند يساوي 5 مربعات كبيرة. المربع الكبير الواحد يساوي 5 الثانية، يعني شنو؟ 2 على 10 إذن 0.2 سكند تمام. إذا تريد تحولها إلى الملي سكند تضرب 0.2 في 1000 راح يطلع لك 200 ملي سكند أوكي. يعني شنو؟ يعني المربع الكبير، المربع الكبير بالسرعة يساوي 200 ملي سكند. هاي خلصت أوكي. بس هذا الحكي قلت لك بالارتيكلز ما نستخدمه إحنا زين. المربع الصغير يساوي شقد؟ 40 ملي سكند اوكي، وبالتالي راح يسوي لك 0.04 ملي سكند. يعني شنو احنا شنو تستخدم هسه؟ مثلا احنا شنو قلنا عرض هاي الويف مثلا مربع كبير او مربع صغير، اجي اقول لك يا بس قد عرضها؟ تقول لي مربعين صغار او مربعين كبار تمام. مرات ما يقولون مربعين صغار، يقولون بالسكند، يمشوها بالسكند اوكي. هاي بالنسبه للمل السرعه. بالنسبه للفولت او الامبليتيود، 1 ملي فولت يساوي مربعين كبار
اذا ال1 ملي فولت يساوي 10 مربعات صغار. تمام شباب؟ اذا شنو؟ اذا ال0.1 ملي فولت يساوي شنو؟ مربع صغير واحد. عيني هاي السالفه والهوس عوفك من عندها، بس عرف لي انه المربع الصغير الواحد يساوي 0.04 والمربع الكبير 200 ملي سكند. اوكي، والمربع المربعين الكبار اللي هم بالامبليتيود اللي هن ذني، هسه مثلا مربعين كبار، هذا مربع وهذا مربع، مربعين كبار هذا ايش قد يساوي؟ يساوي 1 ملي فولت، وهو هذا دائما نسووه بالكالبريشن. اوكي، بس انا من اجي واقول لك بعدين، اقول لك يا بنت عامل احلى بيمن، مثلا نجي واقول لك الكيو ار اس ويف عرضها مثلا مربعين صغار، او اقول لك اتعامل وياك، ما اقول لك مربعين صغار، اقول لك عرضها 2 ملي، الملي الواحد من اقول لك ملي معناها مربع صغير، ملي متر، لا ملي سكند ولا ملي فولت، ملي متر، ملي متر من هاي الورقة. اوكي، لذلك يا اما اقول لك عرضها مربع كبير، يا اما اقول لك عرضها 5 مربعات صغار، ما اريد ادوخك ولا اريد تدوخني. تمام، هاي شغلة جدا تافه، باكر عقبه يعني ايش اسمه اعطيك بس النورمال حتى تعرف الاب نورمال. احنا شنو نظل نحسب ملي سكند ونتعامل بالملي سكند؟ لا طبعا. اوكي شباب، فهاي بالنسبة لمن للاي سي جي بيبر جدا ما بيها شيء، جدا سهلة. اوكي، سوي لها سكيب اصلا.